من المعسكرات. لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟ صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم، يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة. من المعسكرات بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى. نظرة حول الحياة في المعسكر، في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة كلمة سيدة فانتا فونا. أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا والبلاد تنعم بالسلام والأمن والاستقرار. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نستعرض العيد بمراكز الإيواء بمدينة القضارف ومعسكرات النازحين واللاجئين. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام من مراكز الإيواء بمدينة القضارف، يتحدث عنها أحد الناشطين. السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا، وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد وعمر مديد. العيد الجاب الناس لينا ما جابك ينطبق هذا تماما على حال العيد هذا العام. عدد كبير من المواطنين لم يتمكنوا من زيارة أهاليهم نتيجة لظروف الحرب ونتيجة للتفرغ. بالنسبة للناس داخل السودان وخارج السودان، كمية من الأسر والأفراد مبعثرين في مدن السودان المختلفة أو خارج السودان في الدول المختلفة، يمر عليهم العيد ومساحات من الحزن والوحدة والفرقة نتيجة للحرب، لأنه أكثر من 14 شهر عدت الآن من اندلاع الحرب، والمسألة كانت يعني صعبة بالنسبة للناس. يعني عيد الضحية الفات كان بعد الحرب مباشرة، وكان الناس كلها أمل إنه الحرب حتنتهي وكده، فكان في نوع من التفاؤل في العيد الماضي عيد الأضحى. وطبعا عيد الأضحى عنده وضع خاص للشعب السوداني عامة، وزي ما بقولوا ده أهل العيد الكبير اللي هو كان بلم الناس. يعني حتى قبل الحرب الناس بتجي من الدول المختلفة عشان تعيد مع أهل، لأنه بقول لك ده العيد الكبير وعيد اللمة وعيد اللحمة وكذا. ولكن مع الحرب الآن تحولت الأشياء إلى مساحة من الحزن والبكاء و تفرغ الأحباب. في مدينة القضارف أسعار الخرفان كانت مرتفعة شديدة جدا، ودي سببت مشكلة للناس، يعني ارتفاع غير مسبوق. يعني حتى الخراف الصغيرة بتكون أسعارها أسعار مرتفعة، يعني أنت ممكن 300-350-400 ألف حتى أنت تلقى لك حاجة تقدر تقضي بها الأضحية. وده كان بالنسبة للمواطنين في الظرف الهسة، هم في ده ظرف صعب، لأنه دي مبالغ باعتبارها مبالغ كبيرة جدا جدا ما كل الناس بيقدروا يوفروها. طبعا عدى يعني بصورة كويسة، الناس أصبحوا الصباح بالرغم من الأمطار اللي خطلت بالأمس بغزارة شديدة جدا جدا، لكن الناس في الصباح ومشوا وأدوا صلاة العيد، وبدأ المواطنين في الشوارع يباركون بعض بالعيد وكذا. ولكن لسه يعني الحزن موجود، وكل الناس يقول لك إن شاء الله نحن يعني العيد جاي جينا في بيوتنا والأمين مع حنا، وأغلبهم بيتكلموا عن العودة إلى الخرطوم والعودة إلى بيوتهم وكذا. ما طبعا الحرب دلوقتي بقى واقع، مع إنه هو واقع مرير بالنسبة لهم وتجربة جديدة للشعب السوداني، لكن ده بقى واقع. فيما يخص النازحين والعيد، النازحين الموجودين في القضارف هم طبعا موزعين في 114 مدرسة، والعدد بيتراوح يعني ما بين 30 ألف أو أزيد، منهم ناس صغار وكبار، إضافة لبرضو في أسر مستضيفة حوالينه. العيد طبعا بالنسبة لهم كان في جزء من المراكز دي حصل لها نوع من الدعم، في منظمات جابت ذبيح ومنظمات جابت ملابس وكذا، لكن في جزء كبير ما حصل له دعم، عشان كده المسألة بقت للناس شوية كده فيها صعوبة. الدعم الموجود الجاك اللي كان في شكل ملابس أو لحوم، وفي جزء من الخيرين برضو عملوا الحياة دي، وفي ناس من الأحياء برضو على أساس إنه يدوم فرحة بتاع عيد للأطفال
وللناس الكبار، خصوصا ان المراكز اللي بادي فيها كمية كبيرة جدا جدا من الاطفال والنساء وكده. لكن يعني جزء كبير من المراكز دي ما حصل لها نوع من التغطية. يعني التغطية بمعنى انه شنو، ما جاتهم لحوم وما جاتهم ملابس وكده. طبعا العدد كبير وتغطيته بتكون صعبة، ولكن برضو في يعني في مشكلة، لأنه الحاجة الأطفال ما بيعرفوا. يعني الأطفال دارين فرحة العيد وكده، خصوصا إذا في جزء قدر يشتري في المدارس دي لأطفالهم والباقيين ما قدروا يشتروا، فبتبقى صعبة. الشيء الملحوظ بالنسبة للنازحين ديل ووجودهم اللي هي الحركة بتاعة السفر والعودة. يعني في جزء كبير جدا منهم قرر العودة إلى مدرمان بالرغم من الصعوبة بتاعة السفر ذاته وأشياءهم، لكن لسان حالهم بيقول إنه بيوتنا أولى بينا. يعني بدل هم يقعدوا في المدارس ويتعبوا وهم بيشوفوا إنه يستجدوا في الناس وكده، فبيقولوا أحسن إنه نمشي نقعد في بيوتنا في مدرمان. ففي رحلة واضحة. في جزء تاني بدأ من القضارف بيتحرك لمدن تانية زي عطبرة زي كسلة زي كده، على أساس إنه يشوفوا شغل ويحسنوا أوضاعهم. لأنه هنا شوية الأشياء في القضارف تكاد تكون فيها يعني نوع من اللي هي المسألة بتاعت الزراعة أو التجارة بصورة عامة. ففي ناس كثيرين ما بيعرفوا في الزراعة لأنه مكلف، في ناس في التجارة ما عندهم لأنه كان من النازحين دول ذاتهم موظفين وكده، فبيكونوا شايفين أحسن إنه يمشوا. لكن الشيء الملحوظ إنه في كمية من الناس بدأت ترجع يعني لمناطق مختلفة. الحاجة الملاحظة برضو في الأيام السابقة للعيد وهسه مع فترة العيد والتاسوعة، إنه كمية كبيرة جدا من العربات اللي بتكون محملة بالمواطنين بتجي من مدني للقضارف. طبعا كمية مهولة، يعني تكاد تكون يعني حاجة ملحوظة جدا جدا. الناس دي طبعا بيجوا بعد ذاك يشوفوا الخيارات بتاعت إنه هم هيقعدوا وين او حيعملوا شنو او كده، لانه المساله بالنسبه لهم مساله صعبه جدا. الجزيره الغربة ده يحصل لها نوع من التهجير القسري، فبيجوا القضارف عشان يحسوا بالامان ويعيشوا هنا حياه افضل واحسن. ومن القضارف مستمعينا الكرام ننتقل الى معسكرات النازحين بمنطقه مكجر بولايه وسط دارفور، نتعرف على اوضاعهم في العيد. السلام عليكم. جيناكم وأتنا لكم مرة أخرى. لدينا بداية الخريف، لكن المواطن معاني معاناة كبيرة. لديه الصراع ما بين الحياة المعيشية والزراعة. كيف تكون الزراعة وإنسان ما قادر عشان ما يملك الشيء عشان ما يقدر يمشي به، والزراعة حتى التراب الناس ما قادرين عشان ما يأكلوا التراب في السوق. والسوق طبعا زي ما عارفين انتو براكم كل يوم قاعدين بتسمعوا بالنسبة للقلاء بتاعت الايش، الانسان الاخد عشان يمشي يعمل تراب، بقول عشان ما يمشي يدقق عشان يقدر يفطر مع اياله يوم الليلة. هنين حسبانا لما تمشي من بعد البيوت تلقاهم اكتر من نسبة 60% ديل ما تلقاهم ما فاترين او تلقاهم ما اتعشوا. من بعد منهم يعني لو لقيت اتغير من الوجبة بتاعه واللي هو كان باكل الا كم ترقى عمل خيار الوجبة من الجرات او حاجة بالشكل كده. يعني بقينا بناكل من الحشرات الطائرة وليس ناكل من الاكل الطبيعي الزماني كنا بناكل فيها، ودي بخلينا تسبب لنا اداف من الامراض وسوء التغذية. والان لسه برضو في من النساء برضو لما يجي في حالة الوضوء بكون في له صعوبة كبير جدا لأن بكون في نقيصة الدم. ودي حالتنا لأننا عايشين في داخل المعسكرات وما معسكر واحد ولا معسكرين، ده أغلبية المعسكرات على مستوى دارفور. وشكرا لكم. ومن عديلة بولاية شرق دارفور تحدث إلينا برعي محمد عيد. الحمد لله والشكر لله، مدينة عديلة استقبلت عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونتمنى أن يبدل الله الحال بأحسن حال. الآن تنعم مدينة عديلة بالأمن والسلام. استقبلت فصل الخريف بنفوس راضية بعد هطول أمطار في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، والآن يتوجه مواطن عديلة إلى الزراعة آمل أن تتواصل الأمطار بإذن الله تعالى. هناك ملاحظات في حركة السوق استعدادا للذهاب إلى الزراعة، حيث أصوات تتعالى في السوق والأحياء
المحاصيل الأساسية التي يسعى المواطن لإنتاجها: الفول السوداني، الماريك، الدخن، الكركديه، وشتى من المحاصيل الأخرى. هذا الموسم يعد الأصعب على الإطلاق نسبة للحروبات التي يمر بها السودان على العموم ومدينة عديلة على وجه الخصوص. وهنالك من المشاكل التي تواجه المزارع ارتفاع في أسعار السوق، بينما وصل سعر جوال السكر إلى 120 وجوال البصل 150 وأيضا جوال الدخن 150، الفيتريت 120 سعر جوال، العدس 55,000، جوال الفول النقاوة 90,000. نسأل الله أن تنخفض هذه الأسعار ويتمكن المزارع من زراعة هذا الموسم، ونتمنى أن ينعم السودان بالأمن والسلام والرخاء. كل عام وأنتم بألف خير. شكرا إذاعة راديو دبنجا. وأخيرا مستمعينا الكرام، من معسكر سامونجا للاجئين السودانيين بدولة أفريقيا الوسطى تحدث إلينا اللاجئ آدم محمد نور. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله صباحكم بكل خير. أولا تحية حارة لإذاعة راديو دبنجا، لكم الشكر والتقدير. الاسم آدم محمد نور من داخل المعسكر سام وانجا بجمهورية أفريقيا الوسطى. والله اليوم أنا سعيدين جدا من المنظمات أشير ومنظمة سينير ومنظمة فام، وأشكر لجميع الحضور اللاجئين السودانيين الذين فروا من ديارهم إلى المعسكرات، والشكر لقوات اليونيميت الذين قاموا أمني في البلد، شكر لسيد المحافظ، شكر لسيد المير والعداء، شكر أيضا للمنظمات الدولية بالأخص منظمة سينير ومنظمة أشير وجميع المنظمات الموجودين في منطقة سامونجا بجمهورية أفريقيا الوسطى، لكم الشكر والتقدير ألف شكر. ثانيا بنشكر السيد الرئيس المعسكر عبد الكريم عبد الله باسم المشهور دلدوم، كما قام تقديم عون اللاجئين السودانيين الذين فروا من أماكنهم، ونقدم شكر للسيد الرئيس المعسكر زدين الطاهر، ونحيي الشباب والشابات على مستوى سام وانجا بجمهورية أفريقيا الوسطى، ونحن لنا ثقافة وحضارة سودانية، وكانت نحن في دفات لدينا قصب السكر والموز والتفاح والبرتقال وجميع الخضار ننقل في السوق، كما تركنا أشيائنا وجئنا هنا ننقل حطب ونتفر شراقنا في السوق، صبرنا ونصبر كما قال الشاعر: الصبر كل ما صبر مرة في مزاقته لكن آخره أهلى من الأصل. اليوم يوم السعيد، نتراكم في رؤية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من داخل المعسكر سام وانجا بجمهورية أفريقيا الوسطى. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.